لا يعين شيء على الثبات في الدين مثل العلم بالله. من عرف الله حقا نال لذة السجود، شعر بلذة التسبيح، يستحي من الله أن يرجع بعد أن وصل. جاء في الحديث عن أبي داود أن نوحا لما حضرته الوفاة جمع بنيه فقال: يا بني أوصيكم باثنتين وأنهاكم عن اثنتين، أوصيكم بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو كن كحلقة مفرغة لقصمتهن لا إله إلا الله، وأوصيكم بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق، وأنهاكم عن الشرك والكبر. لو أتيت بأي رجل عياذا بالله شرب الشراب، نال من النساء مراده، سهر في مواطن يسهر فيها، يسهر فيها أهل الفجور، ووقع منه هذا نقول مثلا في زمن مضى، إن قدر أن هذا الرجل رزق تقوى تاب، ثم قدر وهذا من لوازم التوبة أن يسجد لله، فلو كان منصفا لأخبرك أنه لا لذة تعدل لذة السجود لله رب العالمين بفضل، يعني مثلا الحمد لله على فضله وكرمه، نسأل الله حسن الختام، عصمنا الله من اللذات الحرام صغارا وكبارا، لكن مع ذلك نحن نجزم يقينا مع أن الله حفظنا كما حفظكم من اللذة الحرام، لكن نجزم أنه لا شيء يعدل لذة السجود لله جل وعلا. عز ما في الإنسان جبهته، فإذا ارتضى أن يجعلها في الأرض في التراب إجلالا لله فإنه لن يحرم من الله رحمة. فرعون كان يقول: أنا ربكم الأعلى، فالله لما بعث موسى وهارون قال لهما: قولا له قولا لينا، هذا وهو يقول أنا ربكم الأعلى، فكيف بعبد أظلم عليه الليل كأي شاب منكم، واصنعها الليلة أطفأت النور لتنام، ثم أخذت فراشك، ثم تذكرت جلال الله ولا سبيل إلى رؤية الله، لكن هناك سبيل للقيام بين يديه، فأطفأت للنور وذهبت إلى مكان وضوئك فتوضأت، ثم وقفت تقرأ القرآن، ثم سجدت قسما بمن أحل القسم، لا يوجد شيء في الدنيا من لذة أعظم من لذة السجود. الله يقول لنبيه: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. قال ربنا: يوم يكشف عن ساق يدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. أنت الآن تدعى للسجود وأنت سالم، فحتى تستطيع أن تسجد يوم القيامة أسجد في هذه الدنيا اختيارا وأنت تريد وجه الله، وطوبى لعبد أنار قبره قبل أن يدخله، وأرضى الله قبل أن يلقاه، وصلى قبل أن يصلى.